الدنيا ان يوتوا في الامه. وصوف جاء المرمى وهدف. الله اكبر الله اكبر يا هدف. الله اكبر يا هدف يا ثنيان. هدف من يوسف الثنيان الزاويه البعيده. الحديث عن احد ناشي الهلال في مرحلة البداية والنمر المعروف والفيلسوف اللاعب الكبير حاضرا يوسف ناصر ثنيان. بدأ هذا الشاب في مدرسة الهلال بحي الملك فهد شمال الرياض. في مدرسة الهلال تحت إشراف سمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير والذي تبرع بها مشكورا وجلب لها أفضل المدربين وعلى رأسهم المستر بروشتش الغني عن التعريف. وبدأ مشواره هذا اللاعب الصغير في عمره الكبير في فنه. بدأ مع المدرب ضمن 200 لاعب ناشئ، وبعد غربلة هذا العدد أوصل المدرب ما يحتاجه إلى 50 لاعبا من هذا العدد الكبير، وعلى رأس 50 هو اللاعب يوسف ثنيان الذي اعتز البروستش بوجوده بين هذا الكم الهائل من اللاعبين، وطلب الإسراء في تسجيله قبل أن يستمر في تمارينه. والبداية هي في عام 1401 بداية المدرسة، وعند إلحاح المدرب على الإداريين وعلى المسؤولين بالنادي الإسراء في تسجيله رفض اللاعب التسجيل، لا لشيء إلا لأن والده لا يرغب تسجيله في الوقت الحاضر ويطلب استمراره في الدراسة بدلا من اللعب للأندية. فطلب بروشتش من الإداريين الشخوص إلى منزل والد اللاعب إن كان من هو شخصيا المدرب أو من الإداريين أو من المشرف نفسه سمو الأمير بندر. وبعد مدة غير طويلة ذهبت أنا شخصيا إلى منزل الأخ ناصر ابن ثنيان، وبعد السلام والكلام والحديث والتعارف الجديد، وإلا نحن نعرف بعض، نحن من بلد واحدة، وبعد الترحيب طلبت منه أن يسمح لابنه بالتسجيل في مدرسة نادي الهلال، وشرحت له موقف النادي من هذا اللاعب ورغبته الملحة في تسجيله. بيجري محمد الدوي من اليمين وطولها لشايع النفيسة، بيجري شايع النفيسة بالأمة شايع الثنيان يوسف بالأمة، وصوف جاء المرمى وهدف. الله أكبر الله أكبر يا هدف. الله لاعب بحملوته في اليمين يلعبها في مكان وزاد الوسيري يلعبها عرضية محط المرمى وسنان يحطها في المرمى ويسجل الهدف الهلالي الثاني بعد 5
كوستنيان بالعرض، امشي لي كوستنيان، امشي كوستنيان، وفي ضربة جزاء، عايز في ضربة جزاء، وعايز في ضربة جزاء، الطريقة التي من تقديري الشخصي من وجهة نظر شخصية أنها ضربة جزاء، ضربة جزاء لا غبار فيها ولا غبار عليها، واللي حينفذها مين؟ وفي المرمى هدف، وفي المرمى هدف على يسار حسن خليفة، ويسجل يوسف التنيان الهدف الهلالي الرابع في الدقيقة 18 من الشوط الثاني، يسجل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 18، وتصبح النتيجة 4-2، وترتفع على الألام الزرقاء. داخل صالح يلعبها نحت يوسف التنيان، يوسف يمر برضو كرة معاه ويعدي، يلعب كرة عكسية بالراس ناحية المرمى ومسكها المترو. يا سلام عبد الرحمن يوسف يمر وماشي يلعبها ناحية يوسف التنيان، داخل يوسف التنيان، خطرة خطرة، حاول يعكس يوسف التنيان وهو طايح في الأرض ويعكسها ناحية المرمى، يبعدوها المدافعين وتروح ليوسف جازع، يوسف التنيان مرة ثانية داخل يوسف يتزحلق عليه باسم ابو داود، حصلها يوسف مر من بين اثنين وداخل يوسف يلعب كره عكسيه ناحيه المرمى، يتقدم الثنيان ومن بعيد الثنيان يسدد الكفرات من حيث المرمى. يا سلام يوسف الثنيان يقض ويحط كره بيمينه قويه على يمين سالم مران، تفلت من سالم ولكن هناك متابعه من حسين الحبشي ليعالجها في المرمى. مسؤولية ومهمة المهاجم أيضا مسؤولية. يوسف التنيان عرضية في المرمى جول، حلوة باسم بالكعب، خالد لعبة غلط ليوسف التنيان، ويوسف ينطلق وبيجري بيعدي من خالد مسعد وحيلعب كرة عرضية خطيرة، عرضية والعرض ويمسكها المترو، مسكها المترو، كرة خطيرة لعبها يوسف، بيقول للحكم انه كان ارتكب ضدي فاول، بيجري وقدامه باسم بيتراجع بيعدي يوسف ولكنه بينزلق على برافو يوسف، بيعدي من واحد باثنين، هيعدي بتمريره ذكيه ناحيه سعد مبارك، سعد مبارك ليوسف التنيان، داخل يوسف يعدي يوسف كره معاه وماشي خطره يلعب كره عكسيه ناحيه المرمى، الله يوسف التنيان بشماله يلعب كره عكسيه ناحيه بالمرمى، يلعبها على راس سعود، وسعود على طول من بين المدافعين، داخل يوسف، داخل يوسف ماشي كرة معاه بيحاور بضل كرة معاه يعدي من واحد والثاني وداخل يلعبها عكسيا، يلعبها ليوسف ميان، يوسف يلعبها ناحية عبد الرحمن الخيفي.